مبدئيا كده النهارده الحلقه برعايه الاورنج. يعني لو انا والضيف فعلا متفقين مش هنبقى طالعين بالشكل ده. طيب خلينا نتكلم عن ان يعني النهارده اتكلمنا في الحلقه عن الخمسينيات والحقيقه احنا يعني انا نفسي مشتاقه ان انا ارجع للزمن الفني الجميل زي ما بنقول، والزمن الجميل اللي كانت كل حاجه على طبيعتها وكل حاجه ما فيش بقى عمليات تجميل والحاجات اللي بنشوفها اليومين دول. النهاردة الحقيقة هنحاول ان احنا نرجع حضراتكم بس بشكل عملي مع الميك اب ارتست، اشطر ميك اب ارتست الحقيقة، مارينا مدحت. مارينا اهلا بيكي. اهلا بيكي. زي ما انا قلت لو متفقين والله ما هنبقى والله ما هنبقى كده، يعني مش قادرة اقول لك الكادر على الشاشة عامل عمايله. يعني اخبارك ايه؟ اه الحمد لله تمام. ايه بقى كلمينا النهاردة اللوك اللي هنعمله عن ايه؟ الميك اب الخمسينات. اوكي. إيه كان بيتميز بالوان الباستل، الوان الخوخي، الوان السموكي، كانوا بيعملوا برضو السموكي. هي اوريدي اصلا في حاجات لسه مستمريه معانا لغايه دلوقتي. بس في حاجات اللي اختلفت اللي هي الحواجب، بس كانوا بيعملوا حاجات كتيره يعني زينا عادي زي ما فيش مشكله. وأكتر كانوا زمان كان في حاجات ميك اب بتبقى اكتر، الاي لاينر بيبقى مفتوح من فوق ومن تحت. اوكي. ما كانش زينا دلوقتي، بالعكس بقى اهدى شويه. اهدى شويه بالظبط. طب احنا بقى يعني نشتغل بقى واحنا بنتكلم بقى ايه، قولي لنا هنعمل ايه. او انت اوريدي مجهزه عشان طبعا وقت الفقر. احنا هنا في نص الوش من الناحيه دي على الموديل عاملين الحواجب ومركبين اللاشز، بس ناقص طبعا تحديد الشفايف. معلش هقف لك عند نقطه وانت بتتكلمي. الحواجب كان بالنسبه لها ازاي زمان؟ الحواجب زمان كانت تخينه رفيعه، كثيفه بس رفيعه مش تخينه. دلوقتي كانت بتتجه دلوقتي ان هي تبقى تخينه وفي نفس الوقت هير باي هير، اللي هي تبقى حجمها سميك بس في نفس الوقت شعره بشعره. اوكي. غير الاول خالص. زي ما كنت بتقولي كان في السموكي وفي الحاجات السيمبل. مظبوط. كان ايه اكتر يعني، انت اكيد كنت برضو من نفس الجيل بتحبي تتفرجي على افلام زمان والحاجات الحلوه بتاعت زمان. مين اكتر فنانه كنت فعلا بتحبي تقعدي تتفرجي على جمال وشها والميك اب الفظيع وحلاوتها؟ سندريلا. الله. يا فرح. سعاد حسني طبعا. سعاد حسني كان على فكره الميك اب التقيل حلو قوي عليها، جميل قوي. جدا جدا. بتعمل اي لاينر جريء قوي قوي قوي، ولاشز تقيله جدا بتبقى باينه في الحركات كلها وهي شغاله وهي بتحرك عينيها في كل حاجه. لا هي كانت الله يرحمها كانت شقيه وكانت مجرمه واي حاجه بتعملها الحقيقه كانت حلوه الصراحه يعني. دي حقيقه. كل شويه بنشوف على السوشيال ميديا سواء بنات او ولاد على فكره بينزلوا صور لفنانات بتوع زمان ويقول لك شايفين زمان وجمال زمان وجمال الفنانات بتوع زمان. وخليني اقول لك ان زمان ما كانش فيه اي عمليات من عمليات التجميل دي خالص. فاحكي لي شويه برضو، انت يعني مش عايزه اكبرك برضو قوي بس احنا بنشوفهم دلوقتي يعني. طبعا. فاحكي لي بقى عن كنت بتقعدي مثلا تتفرجي تقولي هم كانوا عاملينها ازاي، كان التكنيك ازاي، بتحاولي تاخدي حاجات منهم ولا لا خلاص بقى مدرسه وراحت؟ مش فعلا ناخد. بصي هم كانوا جمال في كل حاجه يعني، تحسي الايقونه بتبقى كامله كلها، الميك اب مع الشعر مع شكل الفساتين بتاعهم، في ايقونه جمال كده ما بتقدريش مهما ان انت حاولتي. يعني في ناس دلوقتي بتحاول انها تقلدهم لما تيجي تلبس حتى ويقولوا انا لابسه ستايل سعاد حسني. الكلام ده كله تلاقي برضو في تاتش جمالي ناقص مش موجود. هو إيه سبحان الله. ايوه ايه بقى ده كان موجود في الزمن ده. وتحسي ان هم يعني شوفي انت بتقولي سعاد حسني بتبقى حاطه فول ميك اب تقيل جدا، بس والله بحس ان هو حاجات يعني شكلها طبيعي يعني شكلها ناتشرال خالص. وبتشوفي ان انت قبلاها مش حاسه ان انت مش قابله الميك اب بتاعها يعني. للاسف والله انا اسفه بس فعلا بلاقي دلوقتي بنات صغيرين عاملين سن ما بيكملوش ال 20 سنه. رموش تقيله والاي شادو كتير والفاونديشن كتير. يعني بجد يا جماعه نفسي والله نرجع لايام زمان في كل حاجه بقى، مش في الميك اب بس، في الميك اب وفي الاخلاق وفي الطباع وفي اللبس في كل حاجه. وزمان كنا يعني بعيدا عن الميك اب شويه كنا حتى بنشوفهم لابسين قصير بس كان في كده في رقي في الـ في الـ في الـ في اللبس. طيب قولي لي انت بقى بتعملي ايه؟ كان زمان بيحطوا بقى من تحت برضو دلوقتي اسمه سمادج، ويحددوا كمان سموكي. سموكي وليلى مراد اعتقد برضو كانت الميك اب بتاعها كان تقيل شويه يبقى خطير.
وكانت سبحانك يا رب فعلا. يعني دلوقتي احنا بننفخ الشفايف او بنرسم الشفايف او نورد توريد الشفايف، صح؟ ما اعرفش ازاي زمان هم كان عندهم الموضوع ده سبحانه يا رب، سبحانك يا رب، طبيعي. اه دي حقيقه، كان كل حاجه طبيعي. كانت ليلى مراد الشفه اللي فوق كانت بتبقى متحدده، وهي يعني ما اعرفش تحسي انها معموله في فيلر بتاع دلوقتي. ايوه دي حقيقه. ايه الحاجات اللي من زمان لسه مكمله معانا من دلوقتي؟ الاي لاينر الاسود، الروج الاحمر، اه الاحمر مسيطر. الاحمر ده ما بيمتلي، ما بيقدمش خالص يعني. لا فعلا موجود. أوه. بنفس طريقه الحواجب، نفس طريقه، بس الحواجب زي ما قلنا ان هي بتبقى عريضه وواخده شعره بشعره، نفس طريقه الاي لاينر والسحبه من قدام طالعه قوي قوي ترندي. الالوان برضو، لا انا شايفه الموديل كمان انت عامله لها اللوك كله يعني، حتى الشعر ولسه الشابو المايل. ايوه حلو قوي. هنركب كمان الرموش دلوقتي. طب قولي لي، الروج الاحمر بيليق على كل انواع البشره ولا لا؟ في يعني انا بحس ان الاحمر، في ناس تقولي لي بيبقى تحفه عليكي بيبقى حلو، بس انا بحس انه لا، ما اعرفش بيقلب معايا بلدي شويه. بصي هو الاحمر في منه درجات كتير جدا. يعني زي ما في احمر فاتح، في احمر خوخي، في احمر غامق اللي هو تقلبي لي بامبيتي. فانت بتفضلي تجربي لغايه ما بتوصلي للدرجه اللي مناسبه لشكل بشرتك، وفي نفس الوقت انت تبقي حباها وقابلاها عليكي. اوكي، ممكن يبقوا فعلا الناس شايفينها عليكي حلو قوي وانت مش قابلاها، خلاص هتبقى شكلها مش حلو وقتها فيكي. طيب خليني اسالك، الروج الاحمر هل بتبقي، لانه برضو روج قوي، بنحتاج معاه لون يعني نوع ميك اب او شكل ميك اب معين ولا لا مش فارقه؟ بيبقى احسن شويه لو لوك الميك اب بتاع العين هادي. بالظبط، عشان الاحمر بيبقى واضح قوي وبيبقى متحدد لافت العين، فما يبقاش فيه شغل كتير في الوش ان هو يبقى مزغللك، انا هبص لعينيها ولا هبص لشفايفها. يبقى كتير قوي. اوكي، بس في بنات بتحب الاثنين يبقوا تقال وسموكي وروج احمر تحطه، هي بتحب شكلها كده. خليني اقول لك برضو، بحس ان الصبح ممكن الاحمر صعب شويه يبقى اللي هو ايه كتير قوي ولا لا عادي؟ حسب برضو ما انت حابه. انا بحبه مثلا عادي الصبح. أوكي. بس ممكن ما تحطيش بحاجه خالص يعني خالص، يعني بيبقى برضو احمر هادي، عارفه؟ احمر خوخي كده، مش احمر قاتل وتقيل ودرجات فيه اغمق وفتح والكلام ده كله. طيب بما انك يعني ما شاء الله زي ما انا قلت كده من اشطر الميك اب ارتست، بنلاقي تقاليع جديده اليومين دول في الافراح، في الخطوبه، في الحاجات دي. ما فيش عروسه مره جت قالت لك مثلا احنا النهارده الفرح او الحنه يا ستي، او اللي هي احنا زي ما قلت في تقاليع يا جماعه جديده اللي هي ايه، مش عارفه بعد الفرح بنعمل حفله اللي هو الاوتنج بقى للصحاب؟ مظبوط. ما حدش جه قال لك مثلا انا عايز اعمل ميك اب؟ واحده جت قالت لك اعمل ميك اب الخمسينات او الستينيات او كده؟ لا خالص. انا بديكوا افكار يا بنات اهو، ممكن تعملوها يعني.